الدراما، ولكن يمكن الدراما السعودية بشكل عام. هل أنت مع قيادة المرأة السعودية للسيارة أم لا؟ والله هذا شيء أنا ما أقدر أدخل فيه، لأنه هذا أمر يخص ولاة الأمر ويخص الناس. اختلفنا بس هنا اليوم هذا السؤال فيه استبيان. في استبيان، خلينا شوف، قل لا إله إلا الله مع قل لا. لا لا، أنا شوف بحكم إحنا ظروفنا، أنا ماني مع قيادة المرأة نهائيا، لأنه إحنا لما تهيأنا للشيء هذا، يعني بقول لك شغل، حتى اللي هنا يعارضون لما يسافر برا يشوف حرمة سوق وذا، ولكن في ثقافة وفي تقبل، لكن عندنا لسه ما استوعبوا الموضوع هذا. فأنا عندي في مجتمع هنا، مجتمع محافظ، مجتمع له وضع، أنا أقول لا، ما تسوق المرأة. طيب، أول لا عندنا في يا هلا رمضان لقيادة المرأة السيارة. بعد الفاصل راح نلتقي للمؤتمر الصحفي مع الفنان السعودي نجم الكوميديا أسعد الزهراني. تابعوني.